بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 19 من الكتاب 34، كتاب الإمارة، باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه، أي المقصود به المهاجر قبل فتح مكة، وهذا حكم خاص بالمسلمين الأوائل الذين هاجروا من مكة عندما كانت دار كفر إلى المدينة عندما كانت دار إسلام لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فيحرم عليه أن يعود من مكان هجرته إلى وطنه مرة أخرى. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير عن للإمام مسلم في صحيحه الحديث 32 بعد 904,000، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو إننا أخرج إلى البادية، وذلك بعد فتح مكة. بعد فتح مكة، يبقى هذا الحكم كان متوقف على فتح مكة، فإذا فتحت مكة وصارت دار إسلام فقال النبي: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وجعل المهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه، هو هذا هو المهاجر، فكل من هجر ما نهى الله عنه له أجر الهجرة. باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، يعني لأنها كانت بعد فتح مكة، إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام، يعني ولكن أبايعك على الإسلام والجهاد والخير، ولكن أبايعك على الإسلام والجهاد والخير. والجهاد هنا مطلقة، جهاد النفس وجهاد العدو، يعني الجهاد في الله والجهاد في سبيل الله. والخير هو مطلق فعل البر، والبر هو كل ما يرضي الله عز وجل. وعن أبي قال: وحدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال: أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. يبقى فهمنا من الرواية الثانية أنه جاء يبايع الهجرة بعد فتح مكة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: ف
فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم يعني طلب منكم الخروج للقتال مع الحاكم حاكم المسلمين فانفروا، وهذا الأمر على الكفاية، وهذا الأمر على الكفاية يعني الخروج للجهاد في سبيل الله يكون على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، بدليل أن النبي كان يجلس في المدينة وكثير من الصحابة ويرسل السرايا ويبقى باقي المسلمين في المدينة ولم يخرجوا في كل سرية، فدل على أن الجهاد يكون على سبيل الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. والهجرة من كل بلد فيها من كل بلد تكرهك على ترك دينك وجب عليك أن تهاجر منها إلى يوم القيامة، لأنه لا إكراه في الدين. إذا عشت في أي بلد أكرهتك على ترك أمور دينك فعليك أن تهاجر منها إلى بلد إسلام، فإذا مكثت فيها تكون آثما، وجب عليك أن تهاجر من أي بلد إلى يوم القيامة تمنعك من مزاولة شعائر دينك. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. وهؤلاء العرب لم يكونوا من مكة، ولذا فهم بعض الفقهاء أن الهجرة الواجبة قبل فتح مكة كانت على أهل مكة المسلمين فقط أهل مكة فقط، أما باقي الجزيرة فلا يجب عليهم الهجرة إلى المدينة، بدليل أنها كانت تأتي الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فكانوا يسلمون ويعودون إلى بلادهم ولم يأمرهم بالمكث معه في المدينة، ولذا كانت الهجرة الواجبة على أهل مكة قبل فتح مكة لمن أسلم. أن أعرابيا يعني يسكن البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد، وويحك كلمة توجع وترحم، إن شأن الهجرة لشديد يعني حكمها أمر شديد عليك لا تستطيع أن تقوم به، لأن من اعتاد أن يعيش في البادية لا يستطيع أن يعيش في المدن، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها يعني زكاة الإبل؟ قال نعم.
قال فاعمل من وراء البحار، والمقصود بالبحار هنا المدن والقرى العامرة، القرية العامرة العرب يسموها بحيرة أو بحر. فاعمل من وراء البحار يعني من وراء المدن، يعني امكث في البادية التي ايه أقامك الله فيه، فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني لن ينقصك، يترك يعني ينقصك، ولن يتركم أعمالكم يعني لن ينقصكم أعمالكم، يعني لن ينقص أجر وثواب أعمالكم. وعن أبي قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا، وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم، يعني لما تروح للمية تشرب المية الإبل تحلبها عند المياه، لأن الفقراء يمكثون عند المياه حتى يشربوا من حلب الإبل، فمن صدقة الإبل أيضا أنه يحلبها يوم وردها عند المياه حتى يتصدق وينفح بعض الفقراء من البني. باب كيفية بيعة النساء. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتحن. ده بعد إيه؟ بعد صلح الحديبية. أي مؤمنة كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحنها، وامتحنها كان ببيعتها، هي بيعة النساء، بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، المحنة يعني بالامتحان، يعني المحنة يعني الامتحان اللي هي البيعة، فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام، يعني النبي لم يبايع بالمصافحة إلا الرجال، أما النساء فكان يبايع بالكلام. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كف امرأة قط، يعني لا تحل له، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما، يعني بالكلام دون المصافحة. وعن أبي قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته رضي الله عنها عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.